بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في الوحدة الخامسة وهي عن مايكروسوفت باوربوينت أو برنامج العرض التقديمي. أولا نتعرف ما هو برنامج باوربوينت أو برنامج العرض التقديمي. هو برنامج لعمل عروض تقديمية باستخدام الشرائح، ويمكننا عرض الشرائح بطريقة جيدة وطريقة راقية حتى تواكب العصر التكنولوجي الحديث. لتشغيل برنامج مايكروسوفت باوربوينت نذهب إلى زر ابدأ، نختار All Programs، ثم نختار من حزمة مايكروسوفت أوفيس مايكروسوفت باوربوينت 2010، وهذا هو برنامج باوربوينت. يتكون برنامج باوربوينت أو الشاشة الرئيسية لبرنامج باوربوينت من شريط العنوان، يكتب فيه اسم تلقائي هو عرض تقديمي واحد، ونستطيع تغيير هذا الاسم. ثم بعد ذلك لدينا شريط الوصول السريع الذي من خلاله يمكن أن نصل إلى بعض الأوامر بشكل سريع، زر الإغلاق والتكبير والتصغير. لدينا مجموعة من القوائم، قائمة ملف، قائمة الصفحة الرئيسية، إدراج، تصميم، انتقالات، حركات، عرض الشرائح، مراجعة وعرض. وسنقوم بشرح هذه القوائم خلال شرح هذه الوحدة. لدينا أيضا هذه المنطقة وتسمى منطقة تصميم الشريحة. يمكننا من خلال هذه المنطقة أن نصمم الشرائح وإضافة العناوين للشرائح وغيرها من الأنواع التي سوف نذكرها. في هذا المكان هو مكان لإضافة ملاحظات في على كل شريحة موجودة في مايكروسوفت باوربوينت. أيضا هذه المنطقة هي منطقة عرض الشرائح، ونسمي هذه المنطقة لوحة المتصفح، ويمكن عرض الشرائح إما بهذا الشكل أو ممكن أن نعرضها على شكل مخطط تفصيلي. لإنشاء شريحة جديدة يعطينا مايكروسوفت باوربوينت تلقائيا شريحة عنوان لإضافة عنوان لهذا العرض الذي سوف نقدمه فيما بعد. لإضافة شريحة جديدة نذهب إلى الصفحة الرئيسية شريحة جديدة، ونختار نوع الشريحة التي نريد إضافتها. فلدينا مجموعة من الأنواع: شريحة عنوان، عنوان ومحتوى، عنوان المقطع ومحتويين، يكون لدينا عنوان ومحتويين في هذه الشريحة، شريحة للمقارنة إذا كنا نقارن بين شيئين، شريحة بعنوان فقط أو شريحة فارغة، أو محتوى ذو تسمية توضيحية أو صورة ذو تسمية توضيحية. هذه مجموعة الشرائح التي يمكن أن ندرجها في مايكروسوفت باوربوينت. فمثلا هذه شريحة العنوان، ممكن أن نضيف بعدها شريحة عنوان ومحتوى لإضافة عنوان وشرح لهذا العنوان. من الممكن أيضا على سبيل المثال نضيف في هذه الشريحة مكونات الحاسوب، هذا عنوان العرض التقديمي. بإمكاننا إضافة عنوان فرعي مثلا المكونات الصلبة، في شريحة العنوان والنص ممكن أن نضيف هنا عنوان مثلا المعدات، ونذكر مجموعة من المعدات الموجودة في جهاز الحاسوب
أو مجموعة من الأجزاء الصلبة، مثلا اللوحة الأم بطاقات الإنترنت بطاقة الذاكرة وغيرها، وتظهر في باوربوينت المحتوى على شكل نقاط، لأنه هو في الأصل هو مختصر لشيء سوف يتم شرحه فيما بعد. لنسخ الشرائح ولصقها نضغط على الشريحة المراد نسخها، نضغط بزر الفأرة الأيمن نسخ، ونختار المكان الذي سوف نلصق فيه هذه الشرائح، ثم نختار لصق، يضيف هذه الشريحة بعد الشريحة الثانية. وبنفس الطريقة لو أردنا قص الشريحة الثانية، نضغط بزر الفأرة الأيمن نختار قص، أو نذهب من الصفحة الرئيسية إلى الحافظة ونختار قص، ثم نختار الشريحة التي سوف نضع هذه الشريحة بعدها، بعد ذلك نختار لصق، سوف تصبح هذه الشريحة في الأسفل. ونستطيع أيضا تحريك الشريحة بهذا الشكل، أن نضغط بزر الفأرة الأيسر على الشريحة ونسحبها إلى المكان المراد نقلها إليه حتى يظهر هذا الخط، وهو يعني موقع الشريحة المراد نقلها إلى هنا. بهذا الشكل يمكننا تغيير ترتيب الشرائح، وإذا كان لدينا عدد كبير من الشرائح بإمكاننا أن نذهب إلى مخطط تفصيلي ونقوم أيضا بتغيير ترتيب الشرائح، أو نذهب إلى عرض فارز الشرائح ونقوم بتغيير الترتيب بهذا الشكل. وهذه الطريقة أسهل، أن نعرض الباوربوينت بطريقة عرض فارز الشرائح. لدينا هنا عدة طرق عرض لباوربوينت، طريقة العرض العادية وهي هذه الطريقة المعروفة، طريقة عرض فارز الشرائح تسهل علينا ترتيب الشرائح، وطريقة عرض القراءة وهي أسهل للقراءة بحيث يكون الشريحة مكبرة بشكل مناسب. نضغط على Escape للخروج من هذه الطريقة. وعرض الشرائح وهو المتعارف عليه الذي يمكننا من عرض الشرائح بطريقة مناسبة. ولدينا هنا التكبير والتصغير، فيمكننا تكبير الشرائح وتصغيرها من هذا المكان. نرجع إلى طريقة العادية. بإمكاننا أيضا إضافة رأس وتذييل للشرائح في مايكروسوفت باوربوينت. نذهب إلى علامة التبويب إدراج في المجموعة نص، نختار رأس والتذييل. من الممكن أن نضيف التاريخ والوقت، ونجعل التاريخ بشكل تلقائي، نختار اللغة، نوع التقويم، ومن الممكن أيضا أن نختار تاريخ ثابت ونكتب تاريخ معين بحيث لا يتغير مع تغير تاريخ جهاز الكمبيوتر. بإمكاننا أيضا إدراج رقم الشريحة، وكما نرى في المعاينة يظهر لنا الأماكن التي وضعنا فيها التاريخ ورقم الشريحة، ومن الممكن أيضا أن نضع في تذييل الشريحة أي نص نريده. لدينا خيار عدم الإظهار على شريحة العنوان، أي أن يكون التذييل موجود في جميع الشرائح ما عدا شريحة العنوان. ثم نختار خيار تطبيق إذا كنا نريد هذا التطبيق على شريحة واحدة، وتطبيق على الكل إذا كنا نريد تطبيق هذا الشيء على جميع الشرائح. نختار تطبيق على الكل. كما نرى شريحة العنوان لا يوجد فيها
تذييب. أما الشريحة الثانية وهي أيضا شريحة عنوان، الشريحة الثالثة يوجد فيها التذييل الذي وضعناه لباوربوينت. أيضا تعيين حجم واتجاه الشرائح ورقم الشريحة الأولى، نتبع الخطوات التالية ضمن علامة التبويب تصميم في المجموعة إعداد الصفحة، ننقر فوق إعداد الصفحة فنرى طريقة تغيير حجم الشرائح واتجاهها. بإمكاننا أن نغير اتجاه الشريحة من أفقي إلى عمودي، كما نرى سوف يتغير اتجاهها إلى عمودي. من الممكن أيضا في اتجاه الصفحة أن نجعل أيضا الملاحظات والنشرات تتغير إلى أفقي أو عمودي، وهذا في طريقة الطباعة عندما نطبعها على شكل نشرات كما سنرى لاحقا. من الممكن أن نبدأ بترقيم الشرائح بدءا من يمكن أن نبدأ من الرقم 2 أو 3، ليس من الضروري أن نبدأ بالرقم 1. وأيضا بإمكاننا تعديل عرض الشريحة بعرض معين وارتفاع معين، ثم ننقر على موافق فيتغير عرض الشريحة حسب العرض الذي وضعناه. وكما نرى يبدأ ترقيم الشريحة من الرقم 6، وهذا هو الرقم الذي اخترناه لترقيم الشريحة أو ليبدأ ترقيم الشرائح منها. فقد هذه الشريحة تبدأ بالرقم، هذه الشريحة رقمها 6 لأن طلبنا أن تبدأ بالرقم 4، وهذه 5، وهذه الشريحة 6. دعونا نجعل الاتجاه أفقي مرة أخرى ونجعلها تبدأ بالرقم 1، ثم ننقر على موافق. نصغر الشريحة حتى نراها بشكل صحيح. من الممكن أيضا أن نغير نسق الشرائح. لدينا مجموعة من النسق، يوجد نسق ثابت، هذا نسق 1، هذا أيضا نسق آخر، وهذا نسق. وكما نرى كل نسق له اسم، هذا مثلا أفق، هذا نسق ألوان متوسطة، هذا نسق شكل موجة، وهذا نسق صيدلاني، هذا نسق وافر، وغيرها من النسق الذي يمكن أن نطبقه على الشرائح. من الممكن أيضا تنسيق خلفية الشريحة بلون معين، ليس من الضروري أن يكون نسق. فنذهب إلى أنماط الخلفية، إما أن نختار نمط من هذه الأنماط الموجودة هنا، وكل نمط له رقم، مثلا هذا نمط 6، فنجعل الخلفية لها نمط معين. ومن الممكن أيضا أن نختار تنسيق الخلية، نذهب إلى تعبئة متدرجة حتى نعبئها بألوان معينة. من الممكن أيضا أن نختار تعبئة صورة أو مادة، هذه هي المواد الموجودة في إكسل، هذه ورق صحف مثلا، أو عفوا في باوربوينت. أو من الممكن أن نجعل الخلفية صورة من ملف، فنأخذ إحدى الصور الموجودة في الملفات ونجعلها خلفية للصورة. وحتى تكون الصورة شفافة نوعا ما ولا تغطي على الكلمات، ممكن أن نجعل الشفافية عالية قليلا حتى تظهر الصورة خلفية.
الآن الصورة تطبق على الشريحة رقم 3، وبإمكاننا أن نطبقها على باقي الشرائح بالضغط على التطبيق على الكل، فتصبح جميع الشرائح لها نفس تنسيق الخلفية. تحتوي أيضا الباوربوينت على الانتقالات، من الممكن أن نضيف بعض الانتقالات على الشرائح، هذا مثلا انتقال تداخل، تضاءل، مسح، انقسام وكشف، أشرطة عشوائية وشكل، وغيرها من الانتقالات الموجودة هنا التي نضيفها للانتقال بين شريحة وأخرى. مثلا تكون هذه الشريحة لها انتقال، هذه الشريحة لها انتقال آخر، وهذه الشريحة مثلا يكون لها هذا الانتقال. من الممكن أن يكون الانتقال بصوت أو أن يكون بدون صوت، فهذا يتبع لطبيعة العرض التقديمي. أيضا يمكننا أن نحدد المدة التي يتم فيها الانتقال بين الشريحة والأخرى حتى يتم الانتقال بشكل تلقائي ما بين الشرائح. بعد ذلك ننقر على التطبيق على الكل حتى نطبق هذه الانتقالات على جميع الشرائح، أو أن نعين لكل شريحة تطبيق انتقال معين. تقدم بالشريحة، إما نختار أن ننتقل بين شريحة وأخرى عند النقر على الماوس، أو أن نحدد فترة زمنية معينة حتى تنتقل الشرائح تلقائيا ما بين بعضها أو بين شريحة والأخرى. نختار معينة حتى نرى كيفية انتقال الشريحة التي نختارها. نقوم بعرض الشرائح ونرى أن هذه الشرائح طبق عليها نفس النسق لأننا اخترنا التطبيق على الكل أو نفس الانتقال. من الممكن أن نغير الانتقال في الشريحة الثانية ونجعلها بلا صوت، نختار مثلا هذا النسق لهذه الشريحة، عند عرض الشرائح يتغير النسق ما بين الشريحة والانتقال ما بين الشريحة والأخرى. من الممكن أيضا أن نضيف بعض الحركات على النص داخل الشريحة، فمثلا في هذه الشريحة يمكن أن نضيف التحرك إلى الداخل أو مثلا التأرجح بهذا الشكل، أو من حركات الإنهاء تحرك إلى الخارج. بالنسبة لحركات النص، يوجد لدينا 3 أنواع أو 4 أنواع من حركات النص. حركات الدخول نستخدمها عند بداية العرض، يدخل النص على الشريحة بشكل مناسب. حركات التوكيد نستخدمها عندما نريد أن نظهر نصا معينا بطريقة جذابة. الإنهاء نستخدمها عادة في إنهاء موضوع العرض التقديمي. أما مسارات الحركة فنحددها بمسار معين للكلام حتى يدخل أو يخرج بمسار معين. فمثلا لدينا هذا النص، من الممكن أن نحدد له مسار معين حتى يدخل به، ومن الممكن أن نعدل على هذا المسار حيث يصبح مثلا بهذا الشكل. نأخذ معاينة فتصبح هذه الكلمة تمشي بهذا المسار.
ليست هذه كل الحركات، وإنما يوجد لدينا مزيد من تأثيرات الدخول، ولدينا أيضا مزيد من تأثيرات الخروج. وتأثيرات التوكيد وتأثيرات الإنهاء، مزيد من تأثيرات التوكيد، يوجد لدينا أيضا تأثيرات توكيد أخرى، ويوجد أيضا تأثيرات إنهاء أو خروج، مزيد من تأثيرات الخروج. سوف نجد عدد كبير من تأثيرات الخروج في هذا المكان. مثلا إذا أردنا هذا بطاقات الإنترنت، أن نجعل لها مزيد من تأثيرات الخروج، ارتداد موافق، نختار معاينة لنرى طريقة خروج هذه النقاط. نلاحظ أنها خرجت بشكل سريع، فمن الممكن أن نؤخر من الحركة أو نختار مدة معينة للحركة، نزيد المدة، نزيد فترة التأخير وننقر على معينة، ونلاحظ أن الحركة أصبحت أبطأ، نزيد أكثر من فترة التأخير، ونلاحظ بطء الحركة عند التغيير في الإعدادات. لدينا أيضا مزيد من مسارات الحركة، من ممكن أن نأخذ حركة مثلا على شكل نجمة خماسية، وعند المعاينة نرى طريقة الحركة على شكل نجمة. من الممكن أيضا إظهار جزء الحركة على يسار الشاشة حتى نرتب الحركات. ممكن أن ننقل هذه الحركة إلى الأسفل، نجعلها هي ثاني حركة، ونجعل الأولى في البداية. أيضا يمكننا هذا الجزء من تشغيل الحركات حتى يتم معاينتها. أيضا يمكننا إضافة حركات من هنا، يمكننا أيضا في باوربوينت أن نضيف شريحة جديدة، مثلا شريحة محتوى أو شريحة محتويين. في هذه الشريحة يمكننا أن نضع عنوان للشريحة، أيضا الأجزاء الصلبة. من هذا المكان يمكننا إدراج إما جدول أو إدراج مخطط، إدراج رسم سمارت آرت، إدراج صورة من ملف، أو إدراج خصاصة فنية، أو إدراج خصاصة وسائط. فمثلا يمكننا في هذا المكان إدراج خصاصة فنية، نأخذها من كوننا نغلق جزء الحركة، نأخذ خصاصة فنية مثلا عن الكمبيوتر، ثم ننقر على إنتر، يعطينا بعض الخصاصات الفنية الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو موجودة في باوربوينت. من الممكن أن نأخذ إحدى الصور المعبرة لإضافتها بالنقر المزدوج عليها، ثم نكبر هذه الصورة ونرتبها بهذا الشكل. أيضا من الممكن أن نضيف مخطط، نختار نوع المخطط الذي سوف نضيفه، ننقر على موافق، وطبعا المخطط يحتاج إلى ملف إكسل حتى يتم إنشاء هذا المخطط. من الممكن أن نضع
هذا مثلا نجعل هذا الملف يتحدث عن مثلا علامات الطلبة، العلامة الأولى، العلامة الثانية، العلامة النهائية. وهنا نضع أسماء الطلبة مثلا محمد وأحمد وعلي، وهذا مجرد مثال توضيحي لنبين كيفية إدراج المخطط في داخل إكسل. فيعطينا المخطط باوربوينت، هذا المخطط بهذا الشكل. يمكننا أيضا اختيار نمط محدد لهذا المخطط، تغيير في الأنماط، تغيير في المخططات. طبعا كل تخطيط له اسم، هذا تخطيط 2 وهذا النمط 4. يمكن أن نحرر البيانات مرة أخرى ونعدل عليها في هذا الجزء. يعني ممكن أيضا إعادة تحديد البيانات، أن نحدد البيانات مرة أخرى، مثلا أن نحدد هذا الجزء فقط ثم ننقر على موافق ونغلق ملف الإكسل مرة أخرى. إذن ممكن أيضا أن ندرج شريحة جديدة، شريحة مثلا فارغة، ونضيف في هذه الشريحة صورة. نذهب إلى قائمة إدراج ونختار صورة، ثم نختار أي صورة من جهاز الكمبيوتر ونختار إدراج. يمكننا تكبير وتصغير هذه الصورة بهذا الشكل. يمكننا أن نختار إحدى الأنماط للصورة مثل هذا النمط، سميك، غير لامع، أسود. أن نلون حدود الصورة أيضا، نضيف تأثيرات على الصورة مثلا ظل، انعكاس بهذا الشكل، توهج، حواف ناعمة، أو مثلا جسم مشبوه في الحواف، تصبح الصورة بهذا الشكل. استدارة ثلاثية الأبعاد، يوجد بلا استدارة، متوازي، منظور، منحدر. من الممكن أن نختار إحدى هذه التنسيقات. من الممكن أيضا أن نزيد خلفية الصورة حتى تعطينا شكل معين، ودعنا نذهب إلى تجاهل كافة التغييرات لنعود إلى الصورة الأصلية. يمكن أن نضع عليها بعض التصحيحات في اللون، بعض التأثيرات الفنية، ومن الممكن أن نضغط الصورة لحجم معين، وأيضا بإمكاننا تغيير الصورة إلى صورة أخرى تكون لها نفس التنسيقات، وإعادة تعيين الصورة حتى نزيل جميع التنسيقات عن هذه الصورة. من الممكن أيضا أن نأخذ جزء من الصورة
اختصاص حتى تصبح بهذا الشكل. من الممكن أيضا تعديل على الارتفاع والعرض بالنسبة للصورة. سوف ندرج هنا شريحة جديدة، شريحة عنوان ومحتوى، حتى نضيف فيها رسم سمارت آرت. سوف نذهب إلى قائمة إدراج سمارت آرت، وهناك العديد من أنواع رسم سمارت آرت. في النوع قائمة، نوع معالجة، ودائري، هيكلي، علاقة، مصفوفة، هرمي، وصورة. سوف نختار اليوم شكل هيكلي، نختار هذا مخطط هيكلي وننقر على موافق. يستخدم الشكل الهيكلي غالبا في وضع هيكل أو الهيكل الوظيفي لشركات أو لمؤسسات معينة. فنقوم بكتابة هنا مثلا المدير العام، نسمي هذا المساعد، مثلا هذا مساعد المدير، هنا مثلا موظف المبيعات، موظف التسويق، ومثلا مدخل البيانات. من الممكن أن نضيف أيضا موظف يتبع لي موظف المبيعات أو موظف آخر مجاور لموظف المبيعات. ننقر بزر الفأرة الأيمن ونختار إضافة شكل، إضافة شكل بعد أو قبل، لأعلى لأسفل مساعد. إضافة شكل بعد أو قبل سوف يضيف موظف آخر بنفس مستوى الموظفين الموجودين هنا. مثلا نكتب موظف الاستقبال، جميعهم موظفين في هذه الشركة. من الممكن أن يكون لي مثلا موظف المبيعات، نضيف أسفل منه شكل، إضافة شكل لأسفل أو إضافة شكل لأعلى. مثلا إذا أضفنا شكل لأعلى يكون هذا الموظف في درجة أعلى من موظف المبيعات. نكتب مثلا مدير المبيعات، نفس الشيء ممكن أن نضيف بهذا الشكل شكل لأعلى، نكتب فيه مدير التسويق. إذا أردنا حذف شكل معين ننقر على هذا الشكل ونختار من لوحة المفاتيح ديليت. سوف نحذف هذا الشكل، وباستطاعتنا أن نغير تخطيط هذا الشكل إلى نوع آخر من المخطط الهيكلي. من الممكن أن نجعله بهذا الشكل، من الممكن تغيير ألوان هذا الشكل إذا هذه الألوان مثلا، أو تغيير نمط هذا الشكل إلى هذا النمط. من الممكن أيضا تغيير نوع الرسم، إعادة تعيين الرسم لتجاهل التغييرات. نستطيع أيضا إدراج وورد آرت، نختار مثلا هذا الشكل نجعله في العنوان، نكتب النص المناسب لشكل وورد آرت، نكتب مثلا المخطط الهيكلي للشركة.
الشركة. ونجعله العنوان الرئيسي. من الممكن أيضا أن نحذف هذا وورد آرت، نكتب العنوان المخطط الهيكلي للشركة ونحول هذا الخط إلى نمط آخر من أنماط وورد آرت مثل هذا النمط، إما عن طريق أدوات الرسم أو عن طريق إدراج وورد آرت. يمكننا أيضا إخفاء وإظهار الشرائح، إخفاؤها طبعا من العرض. فمثلا هذه الشريحة ننقر عليها بزر الفأر الأيمن ونختار إخفاء الشريحة. الشريحة ما زالت موجودة ولكنها تختفي أثناء العرض. فلو ذهبنا إلى عرض الشرائح سنجد هذه الشريحة قد اختفت من العرض. لإعادة إظهار الشريحة مرة أخرى ننقر بزر الفأر الأيمن، ننقر مرة أخرى على إخفاء الشريحة فتظهر الشريحة مرة أخرى. أما عن طرق العرض فهناك عدة طرق للعرض: طريقة العرض العادية، طريقة عرض فارز الشرائح، وهذه توفر لنا سهولة ترتيب الشرائح ورؤية جميع الشرائح في العرض. طريقة عرض صفحة الملاحظات تعرض لنا الشريحة مع جزء الملاحظات المكتوبة عن هذه الشريحة. طريقة عرض القراءة وهي طريقة سهلة للقراءة. أما عن طرق العرض الرئيسية يوجد طريقة الشريحة الرئيسية، هذه الطريقة تساعدنا في تنسيق أنواع الشرائح. فمثلا نجد هنا العديد من أنواع الشرائح: شريحة العنوان مثلا، شريحة عنوان ومحتوى، شريحة نمط العنوان الرئيسي، وشريحة محتويين، مقارنة، عنوان، وشريحة فارغة، وغيرها. جميع أنواع الشرائح موجودة هنا. فلو غيرنا تنسيق أي نوع من أنواع الشرائح نجد هذا التنسيق تغير في جميع الشرائح من هذا النوع في العرض الأصلي. فمثلا عندما نغير في تنسيق شريحة عنوان ومحتوى، نغير مثلا العنوان الرئيسي، نغير لون الخط ونجعل الخط مائل. عندما نرجع إلى طريقة عرض العادية نجد أن جميع شرائح عنوان ومحتوى تغيرت، هذا شريحة عنوان ومحتوى تغيرت إلى الشكل الذي رأيناه أو إلى الشكل الذي تم تغييره. وأخيرا سوف نتحدث عن طباعة ملفات باوربوينت. نذهب إلى قائمة ملف، نختار طباعة. في ملف باوربوينت بإمكاننا طباعة كافة الشرائح أو طباعة التحديد الشرائح المحددة، طباعة الشريحة الحالية، أو نحدد نطاق معين في هذا المكان مثلا الشريحة الأولى إلى الثالثة فقط. وأيضا ممكن أن نطبع الشريحة في صفحة كاملة، ممكن أن نطبع الشريحة مع صفحة ملاحظات نطبعها على شكل مخطط تفصيلي، أو نطبع الشرائح على شكل نشرات. هذه النشرات من شريحة واحدة إلى 9 شرائح عمودية. إذا اخترنا هذا الشكل فسيكون الشرائح مطبوعة 9 شرائح، أو مثلا 6 شرائح أفقية سوف تكون الشرائح مطبوعة
كل 6 شرائح مع بعض. وأخيرا نقوم بعرض هذا العرض التقديمي، إما عن طريقة عرض الشرائح أو بالنقر على F5. فنبدأ بعرض الشرائح، وعند الانتهاء من عرض الشرائح يغلق العرض. إلى هنا نكون انتهينا من شرح مادة العروض التقديمية، وسنلتقي إن شاء الله في حل التمارين الخاصة بهذه الوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.